الآن نتابع معكم على الهواء مباشرة من نيويورك فعاليات جلسة مجلس الأمن لبحث مشروع قرار لوقف إطلاق النار في غزة. الفلسطينيين والإسرائيليين ضد الظلم وأن يحاسب المسؤولين عن الظلم، ونأسف لأن مجلس الأمن لم يستطع أن يدين الإرهاب إرهاب حماس بسبب عدم إدانة حماس، فإن المجلس الأمن يمكن حماس عدم الإدانة لا يشارك في تمكين السلطة الفلسطينية ولا يساعد الشعب الفلسطيني ولا يشارك في تحقيق الأمن للمنطقة ككل. زملائي، الأثر الكبير للنزاع بين إسرائيل وحماس على المدينة لا يمكن أن نتجاهله، وندعو إسرائيل إلى الامتثال الكامل للقانون الإنساني الدولي وأن تمارس مبدأ التناسب والتمييز في عملياتها العسكرية. حماية المدنيين أثناء الحرب واجب، كل الأرواح متساوية وينبغي أن يحظوا بالحماية وأن تحظى الأعيان المدنية بالحماية. وكذلك ندين زيادة عنف المستوطنين ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية وندعو إلى محاسبة المسؤولين عنه. وختاما حضرة الرئيس، بينما أن كل الجهود تستثمر من أجل استعادة الهدوء، فإن المجتمع الدولي ينبغي كذلك أن يسعى إلى استعادة أفق سياسي على أساس ضمان حق إسرائيل في الوجود وحقها في الأمن من ناحية، والمسار نحو دولة للفلسطينيين ذات حرية من ناحية أخرى. آن الأوان لأن نضع الأساس لمستقبل فيه سلام وكرامة للجميع. وشكرا، أشكر ممثلة ألبانيا. Over 15,000 people have been killed so far, 67% of whom are women and children. Apart from the implementation of all provisions...